ممكن يشاركوا معاكم ويعملوها. لكن انا هعمل هنا لحمه، احط عليها ثوم وبقدونس وملح وفلفل، على اساس دي هعملها لحاجتين، هعملها كور لحمه، هحشيها جبنه. بتحبوا الجبنه؟ جبنه موتزاريلا. طيب لو سالتكم في اللي انا بعمله بعد كده هتكونوا فاكرين انا بعمل ايه. اوكي طيب دلوقتي انا حطيت بصل بقدونس ملح وفلفل وهعمل دي كور اللي هي زي الكفته، هعمل شويه كده اهو ساده وشويه هحط فيهم قطع جبنه. قطع الجبنه دي هعملها كبيره شويه، جبنه موتزاريلا احطها جواها هنا وهكور. اللي فيهم كور هدخلهم الفرن هسويهم والتانيين دول اللي هم ساده هعملهم مع بيتزا. خلاص اللي فيهم كور هدخلهم الفرن واوريكم لما اطلعهم هعمل معاهم ايه. هجيب شويه هنا من المكرونه السباجيتي، انا سالقها تاخد حوالي 8 دقايق. تحب الطماطم؟ هفضل اسالكم طول الحلقه. لو عايزين تسالوا حاجه وانا بشتغل اسالوا، لو في عندك سؤال اسالوا. فدي هتبقى المكرونه. الكور اللحمه فيها جبنه بحطها في الفرن. شوفوا حتى الجبنه ابتدت تسيح، شايفين عامله ازاي؟ حتت من الجبنه ابتدت تطلع، هي يعني يا دوبك تتفتح بس مش هسيبها كتير عشان ما تطلعش. هحطها هنا اهو. يبقى دي كور لحمه بالجبنه، حط معاها شويه بقدونس، شويه جبنه بارميجان. اكتر صلصه طماطم ولا كده كفايه ولا ما شفتوش؟ هحطها هنا اهو، شايفين لسه سخنه. ودي ممكن نحط معاها شويه طالما فيها اعشاب هنا مختلفه، ممكن نحط شويه بقدونس، جبنه برمجان وجبنه برمجان.